نتحدث عن تاريخ العظيم أحمد منسي، ويعني نروح مع حضراتكم للواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير على حضرتك، ويعني أكيد تاريخ طويل للعقيد أحمد منسي علشان يكون هدف لكل الجماعات الإرهابية اللي موجودة في سيناء، يعني يمكن حتى قبل ملحمة البرص اللي الناس كلها شافتها وتابعت تفاصيلها، أكيد كان هناك تاريخ طويل من الشجاعة والبسالة اللي خليته يكون هو ورفاقه هدف لهذه الجماعات الإرهابية في سيناء. في أول أنا بقدم تحية إجلال وتقدير لأرواح شهدائنا بالكامل وعلى رأسهم الشهيد أحمد منسي. بالمناسبة كمين البرص كان فيه 26 مقاتل مصري، 23 مقاتل استشهد، مقابل 150 يعني إرهابي غاشم من بالإضافة ل 12 عربة مدرعة كانوا معاهم في هذا الهجوم السافر اللي كانوا بيستهدفوا فيه يعني إذكاء أو في إيجاد فكر لإقامة الدولة أو ملامح الدولة برفع العلم على أحد النقاط الارتكاز الأمنية في سيناء للتدليل على أنهم مسيطرين بصورة أو بأخرى. في توقيت دلالة التوقيت في هذا السياق الذي نطرحها بعد تقديم الواجب من التحية للشهداء 7/7/2017، تكرار رقم 7. هم دايما أبدا بيحاولوا يوجدوا تاريخ أو علامة مميزة لحدث هام في مسيرتهم عشان يقدروا يدللوا من خلاله على تفوقهم ونجاحهم. هو كده يستهدفوا دايما عمليات الإرهابية، أعياد رسمية، مناسبات قومية دينية، أيا كان المهم عشان يوجدوا لحدثهم ذكرى في هذا التوقيت. فلاحظ ان هو اختار يوم 7/7 دلالة التوقيت. المكان كمين البرص تحديدا مجموعة من الأماكن الأخرى ليها دلالتها وليها شكلها. كمين البرص يعني منطقة مهمة جدا لوجستية وأمنية بتربط ما بين يعني جنوب سيناء أو وسط سيناء وجنوب رفح، يعني شمال وجنوب في المنطقة دي طرق الإمداد اللي بتوصل للعناصر الإرهابية بالمؤن والعتاد ومصادر التمويل المختلفة. فبالتالي القضاء على هذا الكمين بتكلم في فلسفة العناصر الإرهابية في التعدي أو الاقتحام ومحاولة اقتحام هذا الكمين تحديدا وما الى جواره، يعني من بعض الاكمنه الاخرى او مناطق نقاط الارتكاز الامنيه الاخرى. الدلاله هنا والشاهد يؤكد على ان هذه العناصر كانت بتحاول توجد لنفسها ساحه في المساحه المطروحه للهجوم. لكن تحيه اجلال وتقدير في البدايه وفي النهايه لارواح الشهداء اللي وقفوا، من ضمنهم احمد منسي هذا البطل اللي يمثل عناصر من الصاعقه المصريه ومن عناصر القوات الخاصة اللي تمرست وقدرت تقدم بطولات كتيرة جدا. في بطولات كتيرة يمكن ذكرها أحد المسلسلات اللي عرضت في رمضان اللي فات، صحيح رمضان 22، اللي وضح البطولة وأهميتها للبطل القائد أحمد مكي. صحيح سيادة اللواء، يمكن احنا بنعرض مشاهد من مسلسل الاختيار. حضرتك بتتحدث عن ملحمة البرص وقد ايه دي كانت عسكريا حاجة صعبة جدا على هذا العدد الضخم من الارهابيين اللي حشدوا جميع قواتهم في ملحمة البرص، وهناك في المقابل شجاعة غير مسبوقة من أحمد منسي ورفاقه لمنع يعني هذه العملية حتى استشهدوا. حضرتك بتشوف ازاي وجود اعمال فنيه ترصد هذه القصص الفدائيه البطوليه للاجيال اللي جايه كمان علشان تعي وتفهم قيمه هذه الشخصيات؟ احنا في معركه وعي دلوقتي، والحمد لله احنا عندنا بطولات، يعني كل مقاتل من مقاتلي مصر اللي على الجبهه سواء في مكافحه الارهاب او في اكتوبر 73 او في كل الملاحم البطوليه اللي خاضتها الدوله المصريه، ملحمه في حد ذاته وبطوله ومسلسل في حد ذاته، يعني اجراءات اللي نفذها. فبالتالي عندنا الذخيره، عندنا الامكانيات، عندنا بس عايزين نكتب بقى ونصيغ ونوضح. معركه الوعي يجب ان يتلقى وبتعمق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب ولدى الناشئ. فبالتالي مش هلاقي بقى هروب ولاقي سفور ولاقي اتجاهات مختلفة جدا ضد الدولة المصرية، لا بالعكس كله يتعاطف ويتكاتف للإسراء يعني الدولة من كل الاتجاهات والتعاون معاها في كل الاتجاهات. الملحمة دي والتواجد ده والتكاتف ده والسيناريوهات ده والسيمفونية اللي بتعزف فيه، اعتقد انها في النهاية بتخلد وبترسخ لمفاهيم كتيرة جدا، من اهمها حفاظ على الاستقرار والامن القومي داخل الدولة المصرية وعدم يعني ايه الانخراط او الانزلاق وراء دعاوى الهدم ودعاوى التخريب ودعاوى الفساد اللي بيحاولوا يرسخوها دلوقتي من خلال غزو الفكر والثقافي الممنهج على الشعب المصري بادوات مختلفة وباليات مختلفة وباتجاهات مختلفة.
صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء عادل العمدة مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية على وجود حضرتك معنا.